نكمل شرح يا شباب عند آخر حاجة احنا كنا وقفنا عندها. تمام، هنيجي نبص كده، احنا هنعوز نطلع معادلة كمان. ان انا عندي ايه دلوقتي؟ ان لما انا هنا التلاتة من عشرة اللي موجودين بتوعي دولت، لما الضغط بتاعي قل من هنا، فايه اللي حصل؟ ان ده ما نزل، تمام، رجع لورا كده بقيمة ايه، فده ايه اللي حصل له؟ نزل عندي هنا بقيمة ايه، ماشي يا شباب، زائد ايه بقى؟ يبقى انا عندي فيه هنا ايه، قيمة ايه، وقيمة ايه هنا موجودة عندي كمان، وفي عندي الدلتا اتش اللي اتحركت، اللي اتغيرت، اللي هو الارتفاع بتاع السائل بتاعي ده اتغير من اتش بقى دلتا اتش. مجموع الايه والدلتا اتش والايه ديت كانوا هم عبارة عن ايه؟ اللي هم نفس برضو الفكرة، اللي هم ايه، يساوي التلاتة من عشرة. يبقى انا في معادلة هنا عندي جديدة كمان هناخد بالنا منها، ان انا عندي الاتنين ايه، اتنين ايه زائد دلتا اتش بيساوي ايه، تلاتة من عشرة. طيب يبقى انا عندي الايه بتساوي الدلتا اتش ناقص تلاتة من عشرة على اتنين. يبقى ديت علاقة عندي مهمة برضو هتنفعني، واحنا قايلين ان الدلتا بي كمان في راس المسألة قال لحضرتك ان الدلتا بي او اللي هي البي اي ناقص البي اي داش، ان الضغط قل بقيمة كام؟ ب 25 كيلو باسكال في 10 اس 3 باسكال. واضح؟ يبقى نعوض بالدلتا بي ونعوض بالاي في القوانين هنا في القانون المعادلة اللي احنا عندنا ديت. تمام، هنطلع من المعادلة ديت ايه؟ قيمة الدلتا اتش عندي. يبقى انا عندي هنا ايه بقى؟ لما نعوض في المعادلة بتاعي يبقى هيطلع لي الدلتا اتش بتاعي بكام؟ بواحد من عشرة متر، وهو المطلوب اثباته. تمام يا شباب؟ ناخد مسألة تانية برضو عندنا. بالشكل ده كده برضو. لو في اي حد يا شباب عنده اي اسئله، يا ريت لو سمحت يعملها، يكتبها في ورقه عنده، بحيث ان احنا لما نخلص شرح هنفتح باب الاستفسارات ونقدر نجاوب على كل الاسئله لحضراتكم. انظروني على بشاعة الرسم. هنا موجود هواء عند نقطة B، خزان فيه هواء والهواء ده محبوس عندي، وفي ليكويد عندي السبيسيفيك جرافيتي بتاعه بيساوي 1.45. ارتفاع الخزان ده 5 سنتيمتر. معايا؟ السائل بتاعي ده نزل موجود في الخزان، ارتفاع برضو كمان 8 سنتيمتر، ومكمل معايا هنا كده. ثلاثة سنتيمتر معايا. موجود عندي سائل تاني اويل بالشكل ده كده، وبعد كده في عندي سائل تاني هنا
عند نقطة A عبارة عن water ارتفاع كام؟ 4 سنتيمتر. يبقى أنا عندي المية ارتفاعها 4 سنتيمتر، وبعد كده هنا أويل SAE 30 أويل. لما أقول لك SAE 30 الكود بتاع الأويل SAE 30، تخش في التابلز بتاعه على طول علشان تجيب السبيسيفيك جرافيتي من التابلز بتاعه. تمام؟ طيب الووتر لما يقول لك ووتر على طول يبقى انت تعرف انها كثافتها بكام؟ ب 1000. لما يقول لك ميركوري تعرف انه كثافته ب 13600. لو انا قلت لك قيمه الكثافه بكام مثلا للميركوري، يبقى انت ملزم بتاخد القيمه ديت زي ما هي بالظبط 13600. طيب انا ما ذكرتلكش قلت لك ميركوري، حضرتك كتبتها 13600 13550 13500، انتوا الثلاثه صح. تمام؟ ادام انا ما حددتش، ادام انا ما حددتش الرقم فانت خلاص ليك حريه الخيار، لكن ما تقوليش ان الميركوري انا هعمله ب 1000 ب 500 ب 2000، لا، في وزن ليميتس، في رينج بتاعنا. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى انت حضرتك مطالب، لو انا اديتك الرقم مطالب انت تستخدم الرقم كما هو. لكن انا قلت لك ان السائل يعني مثلا قلت لك كثافه الميه ب 1000، فانت ملزم تاخد كثافه الميه تعوض بيها في المساله ب 1000. طيب انا قلت لك ووتر وخلاص او ميه فقط لا غير، في واحد هياخدها 990، واحد هياخدها 995، واحد هياخدها 1002 1005. انتوا الثلاثه كلكم صح، لكن ادام انا حددت لك رقم فانت ملزم ان انت تاخد الرقم ده. طيب عايز يجيب الفرق ما بين الضغط المطلوب، بقى عايز يجيب البي اي ناقص البي بي. تمام؟ طيب يبقى احنا كده ايه، لازم نكتب المعادله بتاعتنا مع بعض. هنشتغل بقى ايه المعادله، هنمشي بقى بالطرف الازرق بتاعتنا بالشكل ده كده واحنا ماشيين، واخدين بالكم؟ طيب اول حاجه هنمشي بي اي، تمام، وبعد كده طالع يبقى ناقص جاما ووتر، ماشي، مضروبه في كام؟ الدراع بتاعها اللي هو ب 4%. تمام؟ بعد كده طلعنا من هنا لهنا، الاثنين متساويين راحوا مع بعض، نازلين بقى في السائل ده، هيبقى ايه؟ نازل يعني موجب، زائد جاما اويل، تمام، اللي هو الاويل اس اي 30، مضروبه في كام؟ في القيمه بتاعتنا بس اللي هي بكام؟ في 6/10. واضح يا شباب؟ وبعد كده لو نزلنا بقى في السائل ده كده، نزلنا 3 قصاد 3 هنا، يبقى ال 3 دول راحوا مع ال 3، يبقى من ال 8 فاضل كام؟ 5. 5 و5 كام؟ يبقى 10. تمام؟ يبقى 10 سم. يبقى انا الاتش بتاعي من هنا لحد هنا، واخدين بالكم؟ يبقى انا ال 3 اللي نزلتها رحتها في نفس السائل، يبقى خلاص بيروحوا مع بعض ما دام في نفس السائل. وقفت هنا، يبقى انا طيب انا عندي هنا 8، يبقى يتفضل من 3 و5، يبقى انا هنا يتفضل 5. طبعا ما تشغلش بالك الخزان كبير او صغير، لان انا عندي القانون بيساوي رو جي اتش، ما قلناش الاريا، فالاتش بقى الخزان كبير او صغير، انا اللي يهمني الارتفاع بتاعي. طيب انا عندي ارتفاع 5 سم و5 سم، يبقى انا عندي 10 سم. طيب انا طالع يبقى ايه؟ ناقص ايه بقى؟ 1/10 في الجاما بتاعت الليكويد ده، معايا؟ خلاص انا كده بقى ايه، مفيش فاضلش غير عند الخزان التاني، نقول يساوي بي بي، نودي دي في طرف والحاجات التانية دي كلها في طرف، يبقى بي اي ناقص بي بي بيساوي، هنودي كل حاجة الناحية التانية، يبقى انا عندي جاما ووتر في 4/10 ناقص الجاما اويل في 6/10 زائد 1/10 الجاما بتاعت الليكويد، ويبقى هي دي المعادله بتاعتنا اللي هو عايزها مننا. طبعا الجاما عباره عن الرو في الجي، وعندك الجاما اويل الرو في الجي، والجاما ليكويد الرو في الجي. طبعا السبيسيفيك جرافيتي اللي هي
عبارة عن رو في رو، يبقى السبيسيفيك جرافيتي بتساوي رو على رو. طيب بتساوي رو اللي انا ما اعرفهاش على رو ال1000، والسبيسيفيك جرافيتي 1.45، يبقى رو بتاعت الليكويد 1450 كيلو جرام على المتر مكعب، ونعوض بيها هنا كده. والرو بتاعت الاويل هتخش من التيبلز تجيبها، وكثافة المية حضرتك عارف انها ب1000. ناخد مسألة كمان، برضه بيقول إيه؟ The absolute pressure in water at depth of 5 meter is read to be 154 كيلو باسكال. نكتب كده المسألة عشان إيه ناخد بالنا برضه. Absolute pressure in water at depth of 5 meter is read to be 145 kilo pascal. Find ايه بقى؟ اول مطلوب local atmospheric pressure، في absolute pressure at depth 5 meter in liquid where in the specific gravity بتساوي 0.85 at the same location. تاني، الابسوليوت بريشر في الميه عند عمق 5 متر اري 145 كيلو باسكال، عند الاتش بكام؟ ب 5 متر للميه. عايز يعرف بقى اللوكال اتموسفيريك بريشر الضغط الجوي. تمام. الحاجه الثانيه عايز يعرف ايه الابسوليوت بريشر على عمق 5 متر في سائل السبيسيفيك جرافيتي بتاعته 850، او السبيسيفيك جرافيتي بتاعه 85%، يعني الكثافه بتاعته 850. تمام، عند نفس الموضع. طيب نيجي كده ايه نبص على المساله مع بعض. السطح بتاعي الشكل ده كده، على السطح ده ضغط جوي على عمق 5 متر. تمام، يبقى انا عندي هنا ايه؟ في بي ابسوليوت اريلي 145 كيلو باسكال. طيب هو البي ابسوليوت يا جماعه عباره عن ايه؟ مش رو جي اتش زائد البي اتموسفيريك، صح؟ طيب شوف الحل كده، احنا بس لو رسمنا المساله هنشتغل على المطلوب الاول. اولا المعطيات اللي مديها لي ايه؟ بيقول لي البي ابسوليوت بتساوي 145 كيلو باسكال، الكلام ده عند اتش بتساوي 5 متر لميه. تمام، طيب البي ابسوليوت بيساوي رو جي اتش زائد البي اتموسفيريك، صح؟ طيب البي ابسوليوت ب 145 في 10 اس 3 عشان نحول من الكيلو باسكال لباسكال، بتساوي رو
بتاعت الميه 1000، في عجله الجاذبيه 9.8 من عشره، في الاتش بتاع اللي هي 5 متر بيساوي البي اتموسفير اللي هو عايز يعرف قيمتها، اسف، زائد البي ابسوليوت ب 145000 بيساوي رو جي اتش زائد البي اتموسفير بيساوي 1000 في 9.8 من عشره في 5 زائد البي اتموسفير. هنوقف البي اتموسفيرك هنا ونودي ده يبقى 145 في 10 اس 3 ناقص ال 1000 في 9 في 5، يبقى البي اتموسفيرك طلع بكام؟ ب 96 كيلو باسكال. موضوع بسيط خالص اهو، ماشي. طيب المطلوب التاني عايز يعرف البي اتموسفيرك، احنا جبناها خلاص، عايز يعرف بقى الابسوليوت لما يكون السائل اللي انا هستخدمه 850. طيب احنا جبنا البي اتموسفيرك هنستخدمها، يبقى البي ابسوليوت بيساوي البي جيج زائد البي اتموسفيرك، ماشي. طيب البي ابسوليوت بيساوي البي جيج اللي هو الرو الجي، سوري، الرو الجي بالاتش زائد البي اتموسفيرك اللي احنا جبناها 96 في 10 اس 3. الرو بتاع السائل ب 850 في 9.8 من 10 في الاتش اللي هي ب 5 متر اللي هو مديهالي زائد ال 96 في 10 اس 3، يبقى البي ابسوليوت طلع بكام بقى؟ 137.6 من عشرة كيلو باسكال. واضح يا شباب؟